الأراضي السورية. تضم هذه القافلة سيارات إسعاف وأدوية وغرفتي عمليات متنقلة قام بتنظيمها جمعيات خيرية سورية وعربية وإسلامية في بريطانيا. وتعد هذه القافلة إحدى أكبر القوافل التي تتجه نحو سوريا في نطاق حملة واسعة في بريطانيا وأوروبا لنجدة الشعب السوري. في مخزن تجاري كبير في ضواحي مدينة مانشستر البريطانية تجمع النشطاء والمتطوعون المشرفون على هذه القافلة الإغاثية، وهم يعبئون ما تبقى من حمولتها. أهم ما تضمه هذه القافلة 9 سيارات إسعاف مجهزة بكامل عدتها. لا يوجد حتى أدنى شيء، الناس أحيانا تقتل من نتيجة عدم توفر أي مواد طبية أو أي سيارات إسعاف أو حتى أي شيء يساعد في إسعاف الجرحى. فهذه ستذهب إن شاء الله إلى الأماكن التي نضمن بإذن الله أنه لن يصيبها أي ضرر. القافلة تضم أيضا مستشفى ميدانيا يحتوي على غرفة عمليات وأدوية وحفاضات وألبسة وغيرها من المواد الأخرى التي أسهمت فيها جمعيات خيرية زهورية وعربية وإسلامية من مدن بريطانية عدة. طبعا أنا زرت سوريا ودخلت إلى الداخل وزرت وقدمنا مبلغ حوالي 237,000 دولار مساعدات للجرحى السوريين في الأردن وتركيا ولبنان وأيضا في المستشفيات الميدانية والحقائب الإسعافية، ونحن نشارك في هذه الحفلة في هذه القافلة أيضا بمبلغ كبير. يرافق القافلة عدد من الطواقم الطبية، بعضهم سبق له العمل في داخل سوريا كالطبيب السوري عمار درويش الذي يريد العودة مرة أخرى والمساهمة في مداواة أبناء وطنه الجرحى في المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري الحر. هناك إن شاء الله نية في التواصل أكثر، الآن نقوم بحشد الجاليات السورية في بريطانيا وفي أوروبا إضافة إلى حشد الجاليات الإسلامية. كما ترى الآن يعني هاي القافلة مكونة من عدة جمعيات عربية وإسلامية وسورية. ويطمح القائمون على هذه القافلة أن يشجع مسعاهم هذا أطباء آخرين على المشاركة في علاج المرضى داخل سوريا، خاصة في ظل النقص الكبير في الطواقم الطبية المتخصصة. هذه القافلة الإغاثية التي تتجه من مدينة مانشستر البريطانية نحو سوريا يأمل القائمون عليها أن تكون البداية لحملة إغاثية شاملة وواسعة لنجدة الشعب السوري، فهم يعتقدون جازمين أن الحاجة ماسة وما يصل من مساعدات لا يكفي. ناصر البدري، الجزيرة، مانشستر. فواز مغلاج مواطن سوري من ريف إدلب، شأنه شأن كثير من مواطنيه حالة